هيئتها يو إن بول يو كاب أيها توبر سعودي مدلة بتضباطة وصو حريق أركم إذا سراكي شعيدة ماذا بوليس كسومالي لان توبر كاسي أيها كساب سنة مامولك أيها قامنتا باريس تدن بيدا يصيدو كالي حوشين تواضا شقين تعيدة ماذا بوليس كويلي ليهين بولشدا داهر علي وعيس تليكو حيجين كالباد إعيدا كبوليس كسومالي لان يفيس الحيس علمي هو قان كتوبر ذا إعيدا كبوليس أي فهي واحترك توبر كاسي يعني رنتي واحد يعني عشرة يعني برهني عشرة هذه هذا قيوم بدن وكل صابسنا وشباتك أو اللي هي عيدك البوليسكو عشرة يعني برهني وحنا مسنا هي إن سيف عنا نقول لك مع المين تاني حنقول لك سين وحنا لو بهي هي عشرة يعني برهني إن الخطة بخنو شقذي يعني وهني قرنك إلى الخطة بقالوا والله أركو إسبدل إنه أركو شقذين هيني هذا اللي سولت عقوله شقين تبوليس كي بلشنا إن بدهم بتريع عليك بوليس كهالي تريع عليك بوليس كبدهم بدهم بكهالي مركز طوعي لك الله هذا يو هذا يتشاري وحكاه اللي تري والله شقين تبلشنا يعيدك بوليس كه وحلو بهاي هاي تاين على اللوحة تيو وضد كاين كل سولك كسبنا وأنا سيف عمر الله قالوا يكتر والسؤال وينه ما دام بلشوا أيتهاي بلشدي وراك يروك ينسي بلش كل عن الشقين كرين هدي أنا جذوي ولا شقيني بلي هذا كو كم مارم أنا وحلو كرديو أو وحلو شيو أت بيو كم عن غيا وأنا كعصنا إن جروب كان أي رجس كاريستان أو أي سكر ستيج ستيج كلا هذا يا قوتنا قاتل كحجرة أي نص ديارية أي يد وعصايا على كوكيلة تلي عيد بوليس إذا كان مكانين صن لغلا أنتي نبض الوحدين تجي كوسو بير عيدك أقونت لو ما دشوا والله بسطة أقونت بوليس لماذا إيه مكانين جواريس لبار مكاسو الدولة دينا هول قارا يولي بوليسكو وعكوا كيليا اسمها الدولة نمو وايو وحو فلية شرعية هدي شرعية على صوت صاره هو أن عد فلية ساجرين ورقد دا سوكر أيوسي قرية هاي ما دقاقي تسكي دقاجي لها وي دنك كالو حيانا هالكاسي كهالي قير كميدا سراكيشي بحين اي سيتا وبركا وحانا اي حسين اني ايادو قفر احسن يهين اني اقونتو دلو داقان بوليس كسومالي لان إسلام مركاسين أي رجينا يان إن أقونتا أي كسبدين أي كدب بغي دونان شقدو دمال لها خبرة داسي بحين أي سي توبركا أي عيدا مدى وسو تشيدي إن أقونتا سي أي سكودا يان إن أي نقطو مدو هرسيد دهو قامين عصوب I know that you are already experienced officers and I hope that you all could absorb these nearly 2 weeks training and that you bring that knowledge with you to your daily duties. And we know that you learned a lot and the commissioner chosen you to carry the Somaliland police for in the future. So use this knowledge and be brave and try new methods, new ways to lead. And we assure you that you will see new results. Naguib Kaysi, MMTV.